صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونا رقم 24 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب. ونص القانون على ما يلي: مادة 1 يستبدل بنص المادة 277 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 النص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض. مادة 2 تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادتان جديدتان برقمي 277 مكرر 1 و277 مكرر 2 نصها الآتي: مادة 277 مكرر 1 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر. مادة 277 مكرر 2 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 8 سنوات كل من وزع أو استخدم العبوات القاتلة للاشتعال أو الانفجار لذات الغرض، وتكون مدة العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن 10 سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.